شيخ نديم، في نظرية اليوم عند بعض المحللين بتقول انه اللي رح يحسم المعارك الانتخابية حقيقة في الدوائر ذات الكثافة المسيحية هن اثنين: المترددون، يعني منهم باصطفاف اساسي بين 14 و8، واثنين المغتربون يلي بدهم انه ينجابوا او يجوا لحالهم يوم 7 حزيران. هل برأيك حقيقة انه المترددين والمغتربين العائدين في 7 حزيران هن اللي رح يحسموا المعركة بالنسبة حتى لدائرة بيروت الاولى؟ ليك بدون شك في اليوم معلومات بتقول ومعطيات بتقول انه في كثير مواطنين جايين من الخارج للجهتين، يعني ان كان لفريق 8 اذار او لفريق 14 اذار. انا اليوم عندي ثقه كثير كبيره باللبنانيين، عندي ثقه كثير كبيره بالناخبين انه رح يعرفوا يختاروا، ان كانوا موجودين بالخارج او ان كانوا موجودين بالداخل. اليوم اللبناني اللبناني بيامن بلبنان، بيامن بالديمقراطيه بلبنان، بيامن فعلا بهذا اللبنان يعني طول عمرنا كنا عايشين فيه. اكيد كان في شواذ كثير بالماضي، اكيد كان في امور مفروض تتصلح وتتزبط، ولكن الاساس انه نحن نظام القيم يلي كان قايم عليه لبنان كلنا معترفين فيه وكلنا قبلانين فيه وكلنا بدنا يبقى مثل ما هو، لانه لبنان يلي مكون بالعائلات تبعه والمكون بالرمزيه تبعه وبالارزه تبعه وبالحب تبعنا الى الوطن. هيدا الحب بده يرجع، وهيدا الحب يلي رح يخلي الناخبين بكره ينتخبوا، ان كانوا موجودين بلبنان او ان كانوا موجودين بالخارج. المحبة للوطن باقية، وهي على هذا الأساس لازم العالم تنتخب. بس ما جاوبتني على السؤال، والمترددين؟ والمترددين بدنا نجرب نقنعهم. ايه عم تقدر تقنعهم؟ يعني عم نجرب قد ما فينا. وبرأيك انه بين المترددين وبين المغتربين هن حقيقة اللي رح يحسموا هالمعركة؟ يعني ما بعرف قديش رح يجي من برا، حتى بالارقام يعني شفنا ان كان بجريده السفير او بجريده الاخبار او بجريده النهار انه وكانه 15,000 لكم و17 لهم او العكس، يعني بين 15، وبالتالي انه الفرق ليس كبيرا. بالاشرفيه اكيد الفرق منه كبير، يعني اليوم الفرق رح ينلعب على كم الف صوت بالاشرفيه، خاصه اذا الناخبين ما رح ينزلوا يقترعوا الا بنسبه 30%، يعني عم نحكي تقريبا بحدود ال 30,000 قال شوي 28,000، يعني اكيد الفرق رح يكون كثير صغير. فمشان هيك اليوم ضروري جدا اولا انه كل المواطنين يقتنعوا فعلا بدور الورقه اللي رح ينزلوها بالصندوق، مثل ما كانوا بالماضي يناضلوا ووقفوا وقفة عز، إن كان بزحلة إن كان بالأشرفية أو إن كان بكسروان أو بجود كسروان، وقفوا وقفة عز دفاعا عن لبنان. اليوم هيدي الوقفة بتنلعب هي ذاتها بالصندوق، من هون بدون يوعوا على أهمية الاقتراع تبعهم. يعني همكم كثافة التصويت؟ كثافة التصويت مهمة جدا. برأيك هي لمصلحتكم هذه الكثافة؟ أنا بتصور إيه لأنه بعتقد أنه اليوم في بلوك مثل ما هو رح ينزل ينتخب لاحزاب 8 اذار يلي هن احزاب يعتبروا اكثريتهم مثل الاحزاب التوتاليتاريه، بينزلوا بلوك بصبوا بخانه واحده، بينما الشعب يلي هو بيؤمن بالديمقراطيه وبحب الحياه اصعب اكثر تنزلوا على الصندوق او تنزلوا على التصويت. فمش هيك الاتفاق على هيدا. هيدا البلوك اللي بحب الحياه ما بحب كثير يصوت؟ ما هيدا يلي بحب الحياه بحب شوي نوضح له الصوره، وما بحب هالشواذ كله اللي عم بيصير بالبلد. واليوم يجري واليوم عم بشوف انه في اشخاص عم بيتخبوا وراء شعارات رنانه وشعارات كثير حلوه ما بيطبقوها على حالهم، ووراهم في مشروع طويل عريض خطير جدا على لبنان، ما حدا عم بيجربوا يغطوه، عم بيجربوا يحطوا له مكياج ويحللوه تما يشوفوا خطوره المشروع الاخر. خطوره المشروع الاخر هو انه اليوم بدهم ياخذوا لبنان على محاور نحن ما بدنا اياهم، بدهم ياخذوا لبنان يعارض مش بس الغرب بس كمان الشرق والبلاد العربيه، بدهم ياخذوا لبنان على الخراب، بدهم ياخذوا لبنان على عدم الاستقرار. هيدا الشيء نحن ما بدنا اياه. عم بيتخبوا وراء شعارات رنانه، عم بيتخبوا حول صلاحيه رئيس الجمهوريه اللي كمان مستغرب إذا بدهم إياها أو لا، لأنه كمان الجنرال عون بالأشرفية بالخطاب الأشرفية هيك بلمحة قلم أو بكلمة لغي صلاحية رئيس الجمهورية، إنه هو ما بقى بده صلاحية رئيس الجمهورية لما نرجع لها أصلاً.
عم يتخبوا وراء شعارات سوابل إيفات وحاطين عوينات شمس، مثل كأنه هالعوينات الشمس بتخبي المضمون الأساسي تبع العيون تبع هالأشخاص يلي موجودين على البونكارتات، لأنه عم نشوف إنه أوكي جميل جدا هيدا الصبي والبنت الصبية جميلة جدا، بس لابسين عوينات شمس مثل كأنه مخبيين مشروع آخر وراهم. هيدي هي العقلية اللي موجودة اليوم، وهيدي الذهنية اللي موجودة بالدعايات يلي عم بيعملوها التيار الوطني الحر. هي أول نقطة. هيدي قراءة كتير متقدمة يعني لبعض الاشكال يعني. لا هيدي لا هيدي واضح جدا، لانه اليوم اليوم المره العصريه انه بنحط عوينات شمس انه يمكن اخذين مفهوم العصريه. لا هيدا مش مفهوم عصري، هيدا واضح جدا اليوم، واللي بيشتغل اعلام بيعرف تماما هيدا الانكونسيون كيف بفكر. اكثر من هيك اليوم بدك تشوف انه مثلا ببرنامج التيار الوطني الحر اللي طرحه اليوم على السوق ما في اي موقف وطني واي موقف سياسي واضح. فهيدا المشروع يلي اليوم طرحه التيار الوطني الحر عم بيتخبى وراء شعارات كتير حلوه، بس بالمضمون سياسيا اللي هو الاهم كتير خطير للبنان، كتير كتير خطير للبنان، لانه شغلتين، او نسي او خبي وما بده يقولنا شو هو، او عارف شو هو ومنه ممنوع حبيبي يعلنه، وعلى الحالتين خطرين. طب رح نرجع نحكي عن هالموضوع بالتفصيل، بس بدي كمل معك بالشق الانتخابي او بالملف الانتخابي. بحال فوزكم يعني نفترض انه نجحتوا في هذه الانتخابات، هل رح تشكلوا لائحه بيروت الاولى ام رح يكون كل نائب منكم منضم للائحه او منضم لتكتل نيابي؟ انا مرشح كتائبي بالاشرفيه، انا اليوم منضم للائحه 14 اذار مثل ما كل اعضاء كمرشح. بكره لنفترض انك صرت نائب، بكره كنائب لاي تكتل رح تنضم او لاي كتله؟ لكتله الكتائب. يعني رح تتفرقوا؟ لا ما رح نتفرق. لحظه هون إيه؟ لا انا رح انتمي لكتله الكتائب ولا 14 اذار يلي هو حزب الكتائب ضمن تحالف 14 اذار. بما يتعلق بالمواضيع المحليه بمواضيع اللي بتتعلق بالاشرفيه وبيروت، انا اليوم رح اكون بالكتله يلي مكونه من جون غاسابيان وسيرج كوستاركيسيان ميشيل فرعون نيلا تويني وانا بالاشرفيه بالامور اوسع المحلية. من هيك، هل انت مع انه يشكل مسيحيي 14 اذار تكتل نيابي واحد لحتى يقدروا يوازنوا مع التكتل يلي رح يتوصل لتشكيله العماد ميشيل هون؟ اكيد نحن اصلا قبل ما نوصل على فكره التكتل خلينا نحكي بمبدا الاتفاق المسيحي. اليوم من الضروري جدا انه يكون في ثوابت وقيم مسيحيه كل المسيحيين متحالفين على اساسهم، هول الثوابت والمبادئ لا ممكن الخروج عنهم. على هذا الاساس وقت المسيحيين بيتفقوا على هالمبادئ، يعني هن مبادئ لبنانيه اساسا، يعني هن مبادئ ثوره الارز، يعني هن مبادئ ثوروا اليوم 14 اذار، كانوا مبادئ ارنب شهوان، صاروا مبادئ البريستول، واليوم صارت مبادئ ثوره الارز و14 اذار. نفس المبادئ. اليوم نحن مع انه يكون في هالتكتل المسيحي اذا بدنا، ولكن الاهم يكون في تكتل لبناني حقيقي حول هالمبادئ وحول هالثوابت. ليه اليوم بدنا نستحي بالتحالف مع الاخر؟ كان بشير جميل دائما يقول بالماضي ايدي ممدوده للسنه وايدي ممدوده للجميع وايدي ممدوده للشيعه وايدي ممدوده لكل اللبنانيين، حطوا ايدكم بايدنا تنبني لبنان اللي بدنا اياه. هذا التكتل يمكن رح يبس، انا عم بسالك كتكتل مسيحي 14 اذار، معقول تعملوا تكتل كبير؟ يعني ضمن يمكن حتى ضمن قوى 14 اذار ككل، يعني ما منه وارد هالامر عندنا. يعني ليك صراحه انا ماني شايف الحاجه اليوم، اذا في تكتل لبناني حقيقي عم بيامن بنفس الثوابت، انه ان كان اذا بدنا نجي نقسمه اليوم يصير تكتل مسيحي ضمن 14 اذار، والدروز يعملوا تكتل دروز ضمن 14 اذار، والسنه يعملوا تكتل سنه ضمن 14 اذار، ماني شايف الافاده. بالعكس هون قوتنا بوحدتنا، قوتنا باتحادنا، وقوتنا انه اليوم عم نامن بنفس المبادئ. باتحادكم يعني من خلال 14 اذار ما هيك؟ ثورة الارز و14 ثورة الارز و14 اذار